اتعرف بحضرتك؟ مهندس عبد الصالح السيد محمد، ديوان عام استصلاح الاراضي. انا كنا شغالين في مشروع قومي للشباب الخريجين. في البدايه حضرتك اتخرجت من كليه ايه وسنه كام؟ انا خدت دبلوم زراعه، وبعدين اشتغلت في شركات القطاع العام، وبعدين خدت منها دراسيه، كملت دراسات في جامعه الزقازيق في معهد عالي الكفاءه الانتاجيه زراعه، وجيت اشتغلت تعينت في الوزارة سنة 90 وزارة الزراعة، والتحقت بالمشاريع القومية الكبيرة في إصلاح الأراضي، كنا فايد التعمير، وبعدين جينا اشتغلنا في المشاريع، نفذنا بقى مشاريع الجوارية وبنجر السكر والمشاريع اللي هي خريجين كلها على مستوى الجمهورية. وقعدت أنا فترة طويلة لحد سنة 2007 في الصحراء، يعني في المشاريع القومية في المباراة وفي الحمام وفي بنجر السكر. وجيت بقى رجعت الوزارة لظروف صحية. المشروع اللي أنا بتكلم فيه هو مشروع إحياء وزارة إصلاح الأراضي. وزارة إصلاح الأراضي هي العمود الفقري بتاع مصر كلها. أرض الدولة تقول لها تاني، بدل ما أرض الدولة دلوقتي محتارة، هيصفوا شركة التعمير، هيئة التعمير، هيئة العمل التعمير، وفي نفس الوقت هتحيي تعمل كذا شركة زي الريف المصري، مش شركة واحدة. احنا عايزين شركات كتير، مش شركة واحدة. شركة الريف المصري مثلا خدت 1.5 مليون فدان، احنا عايزين نعمل مشاريع كبيرة جدا. ففي دراسة موجودة لإحياء وزارة إصلاح الأراضي، والوزارة دي لو انعملت إن شاء الله بإذن الله هي ديت اللي هتفتح البوابة للزراعة بدون أي عجز من أي موارد زراعية. دي هتسد العجز في كل الاتجاهات، إذا كان تصنيع زراعي، ولا إذا كان إنتاج حيواني، ولا إذا كان إنتاج ده بتاع حبوب قمح، الحبوب اللي هي المحاصيل الزيتية والقمح، تسد عجز القمح. بدون وزارة إصلاح الأراضي هيحصل عجز كلي لإصلاح الأراضي. ليه؟ لأن هي الجهة المتخصصة، وفي نفس الوقت عندها القدرة إن هي الوحيدة اللي تقدر تاخد قرار بعد موافقة رئيس الدولة وموافقة رئيس الوزارة إن تقدر تعمل أي تنافس أي مشروع. غير قوتها غير قوة أي شركة. قوة وزارة غير أي قوة الشركة، لأن قوة وزارة تقدر تتعامل في كل الاتجاهات في وقت واحد وفي كل الأماكن، لأن بيبقى لها معاها سلطة من رئاسة الدولة أو من الحكومة إن هي بتنفيذ أي قرارات، وتقدر تعمل خطة وخطة قومية تنافس خطة قومية.